رد فعل إيجابي وسلبي، رد فعل على أرض الواقع يخلينا نشوف ونكتشف مواهب جديدة. حلقة النهاردة حلقة مختلفة غير العادي، حلقة مواهب شابة مختلفة جدا في جميع المجالات المواهب عامة، في جميع مجالات المواهب عامة. معنا النهاردة شاب من المنوفية، المنوفية. رحبوا معايا النهاردة بمحمد. ازيك يا محمد؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله، متشرف ان انا مع حضرتك النهارده. ربنا يخليك يا محمد في الاعداد والدعوه الجميله دي ان شاء الله، ونعمل حلقه كويسه باذن الله. ان شاء الله يا محمد. اخبارك؟ الحمد لله والله كله تمام. الحمد لله. احكي لنا يا محمد شويه كده عن الموهبه والاكتشاف، وصلت فيها لحد فين دلوقتي؟ باذن الله كده. بسم الله. الاول انا بدات كنت في ثانيه ثانوي، وكنت في المدرسه الثانويه بتاعتي، وكان في حفله عن الام، وكنت عمري ما ألقيت شعر، ما كنتش بكتب لسه. فالمدير كان عايز مواهب تطلع في حفلة، كانت تقريبا ما فيش حفلات بتتعمل في المدرسة غيرها، فطلبوني ان انا اطلع. فانا قلت انا عندي قصيدة، كانت للشاعر الكبير طبعا استاذنا هشام الجخ بتاعت والدته رحمة الله عليها. فانا كنت وفاة والدتي هي اللي مؤثرة عليا في ان انا ألقي شعر او ألقي شعر عنها بس. فانا كنت بلقي مع كنت نفسي. كنت عايز تقدم لها حاجة بالظبط كده. فقلت عيد الام وكان مناسبة، فقلت ان انا اطلع واجرب وخلاص، ما كانش في بالي ان هيحصل اي حاجه. طلعت في الحفله والقيت القصيده، وكان في صمت تام واستماع بشكل ما كنتش متوقعه. بس انا كنت بقلد الشاعر الكبير هشام جخ، فكله اتاثر، لان انا كنت اول مره في حياتي اقلد، وما كنتش طالع اقلد. انت كنت طالع مجرد ان انت طلعت تلقي حاجه بس عشان خاطر والدتك. بالظبط كده. انا كنت شايفها وانا بلقي، فما كانش في بالي اي حاجه. فالقاء شعر كبير هشام جخ انطبع عليا وقتها، فكله كان منزهل بالوضع اللي انا عملته. والمدير كرمني وقتها والمدرسين كلهم، وبقى كل يوم في الطابور لازم اطلع اقول قصيده للشاعر هشام جخ. تمام. طب وصلت فين بالموهبه لحد دلوقتي؟ بعدها بقى تانية ثانوي كانت خلصت، وثالثه ثانوي معروفه في مصر ان هي يعتبر منازل يعني. ايوه، شبه في البيت. بالظبط كده. فكنت رحت درس عند المس بتاعت الفيزياء بتاعتي، مس آلاء شاهين، ويعتبر من هنا كانت يعتبر فتحة الباب واللي ربنا كرمني بيها. المسألة كانت سمعت في الحفلة عن الحفلة، سمعت اللي حصل، فطالبة طالبة راحت حكت لها الموقف اللي حصل. فالمهم كلمتني وقالت لي، وانت بتكتب شعر ولا بتلقي؟ فقلت لا، ده كانت حفلة كده وراحت لحالها. فقلت لا، انا عايز اسمع القصيدة. سمعت القصيدة وانبهرت برضو. ألقيت عليها القصيدة تاني؟ لا، سمعتها فيديو، لانها كانت نزلت على اليوتيوب، نازلة سلوها على اليوتيوب. فالمهم سمعتها وانبهرت بيها وقالت لي حاول تكتب وما تقلدش. فانا خدت الكلمه دي من هنا وقلت معقوله انا هقدر اكتب؟ اول ما بدات فسبتها وروحت، كتبت اول حاجه شخبطه يعني عن والدتي رحمه الله عليها. قعدت اشخبط واكتب كتير 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 لحد ما كتبت قصيده. هي طبعا ساعدتني في كل ده يعني، هي اللي يعتبر كانت فتحت الباب الاولى ليا. بدات تشجعك وتعرفك على الكتابه ازاي، وهتبدا تعمل فيديوهات وتصوير وكل حاجه يعتبر مدتني كل حاجه انا كنت محتاجها. هي الدعم لي. بالظبط. فجه الوقت في ثالثه ثانوي، جالي اكثر من 4 حفلات، وانا كنت لسه بادئ وما كتبتش غير 4 أو 5 قصايد، كنت لسه 17 سنه. بعدها بقى جه حفله لها، وبعدين قلت احاول ارد لها ولو اي حاجه، وكتبت لها قصيده للمس بتاعتي، والقيتها في الحفله كانت عامله افتتاح الاكاديميه RVI بتاعتها. فقلت يمكن ديت تعمل حاجه، والحفله دي كانت السبب ان انا اطلع في حته تانية برضه. رحت الكليه. في عندنا تيمات في الكليه زي باي كيمستري كلاب وانسبشن ومايكرو كلاب وكذا تيم. اولهم اللي استضافني كان باي كيمستري كلاب، هو اللي استضافني وخدني في حفله الاستقبال بتاعت اولى كليه، يعني في اولى علوم، كنت في اولى علوم، انا دلوقتي في ثالثه. بعدها بقى عمل حفله الاستقبال، فطلعت في الحفله كنت كاتب بتاع حوالي 10 قصايد وقتها. بدات بقى تشجع بعديها لما لقيت اول قصيده جابت نتيجه مع الناس، بدات الدنيا مشيت معايا شويه بساعه الكليه بقى، وبعدها الحمد لله يعني. تمام. الحمد لله. طب لما بتبدا تكتب قصيده بتاخد منك وقت قد ايه؟ هو على حسب طبعا الحاجه. لا، على حسب الحاجه اللي انا بكتب عنها، على حسب المحتوى بتاعها والانسيبه بتاعتها يعني، هتاخد مني قد ايه. ممكن عادي ممكن اكتب في اليوم ولو سطرين اتنين بس، يكونوا الصياغه بتاعتهم كويسه وانسيبتهم كويسه، ما يكونش فيهم اي غلط في الوزن يعني. تمام. طب محضر لنا ايه النهارده يا محمد؟ ان شاء الله محضرين حاجه حلوه. انا هقول قصيده اسمها غاوي السفر في عينيكي.
بإذن الله يعني تعجب الجمهور إن شاء الله. اتفضل. إن شاء الله. عيل غبي، عيل غبي، غاوي السفر في عينيكي، ولا عمره داق الغربة وعذابها، اتساب من اللي دابت في غرامه عشان اللي داب في غرامها سابها، مكتوب عليه يشوف روحه بتتاكل قصاد عينيه وينهزم ويبتسم ويقول ما نبه، مرمي على الرصيف مستني يلمح قطرها يمر بالشويش، فيرمي نفسه ما بين ضفاير السكة الحديد ويتفتفت ويتنسف ويقول بعيش، عاشق جديد، عاشق جديد لم يدرك معنى القتل من ناس عشقاه، رافع ايديه للسما ولا طلش مرة سماه، داخل معارك حضنها من غير سلاح، 2000 سهم يصيب روحه ويقول الله، زي العماير، زي العماير، شايف ضفاير الحلوة فوق كتافه مطر، شايف ضفاير الحلوة فوق كتافه مطر، يزيد الهوى ويجيب إعصار ويبتدي الخطر، فيفتح شبابيك روحه لضفايرها تغرقه، يفتح شبابيك روحه لضفايرها تغرقه، فيتفتفت بين رجول العماير ويقول قدر، ادي الحب، ادي الحب، وادي الفراق، وادي اللي حبيناهم، تركونا في غرفة الإنعاش بيقتلنا هواهم، أقنعونا بإن الشوق زي ما كوانا كواهم، وادي النهاية، ادي النهاية المطلقة لكل الحقايق، أنت وحدك مقتول بين رجول الأطباء وهم وياهم دواهم، وهم وياهم دواهم. شكرا. طب نكمل حديثنا عن القصيدة وكتابتها. لما كنت بتكتب قصيدة يعني بتكتب سطرين كده في يوم الوحي يجي لك، أو مثلا يجي لك إبداع إن أنت عايز تكتب قصيدة بس كتبت أو ما كملتش، بترجع تكملها في وقت تاني بتكون لسه نفس الوحي موجود، او بتخرج من المود خالص وترجع تاني؟ هو انا جربت قصايد كده وجربت قصايد كده، اكتر حاجه نفعت معايا كانت خدت مني اكتر من اسبوع، وكانت قصيده هي بدون داعي لذكر اسمها يعني، خدت مني كان كل يوم بيجي لي اللي هو لازم هكتب، انا عمال بقولها فبقول اللي انا كتبته، يعني كل يوم تقعد تسترجع كل اللي انت كتبته، كل اللي كتبته ويجي لك وحي بعديها ان انت تكتب حاجه تروح قاعد كاتبها، اروح جاي ضيفها واشوفها تنفع على اللي انا كتبته ولا لا. مثلا لو انا رايح الكليه في اي مكان لو سطر واحد بس اكتب في اي وقت، لو ضاعت مني بحس ان يعني حاجه ناقصه مني. بالظبط. فهي قصايد وقصايد، في قصايد ممكن في ساعه واحده تتكتب على حسب الفكره تكون في دماغك، ووقتها ممكن تكون الفكره سهله وممكن في ربع ساعه تلاقي قصيده اتكتبت، وفي قصيده ثانيه تلاقي لا هي وقفت لحد السطر ده خلاص مش عارف اكمل فيها يعني. طب جيت في مره كتبت قصيده ووقفت معاك مده طويله قوي وما عرفتش تكملها؟ ايوه، القصيده الثانيه بتاعت والدت رحمه الله عليها اللي هي قصيده منى. ايوه عارفاها انا القصيده دي. خدت كانت جميل. وقت كبير يعني، لانها كانت بنظام مختلف شويه الرباعيات، فكان في حاجات كتير عايز اكتبها والخصها في رباعيه واحده، اللي هو يعتبر مشهد بلخصه في رباعيه واحده،
فكان بيبقى صعب عليا ان انا اجيب فكره في الرباعيه تلم اللي انا عايز افكر فيه. خدت منك وقت طويل. خدت مني وقت طويل لان انا كنت بكتب الرباعيه ممكن في يومين اظبطها، يعني اكتبها النهارده واظبطها بكره، بس تكون ماشيه مع الرباعيات اللي فوقها واللي قبلها يعني. تمام. طب هسه معنا ايه تاني النهارده؟ طيب قلنا كده كاتب حاجه يعني هي كانت سبب موقف حصل في حياتي عن الصحاب، يعني عن صاحبي. صحاب اسمها شفت يا صاحبي. شفت يا صاحبي، هو الميوزك هتشتغل وهنقول. ايوه اتفضل، والميوزك هتبقى وياك على طول. تمام. شفت يا صاحبي لمحت مره ضعفي، ما لقيتش وجود طيفك حواليا، لما النار لمست مره جسمي، ما لقيتش ايديك ماسكه ايديا. شفت يا صاحبي كنت بتعرف ايه اللي تعبني لو بس تبص عينيك في عينيا. شفت يا سيد الدنيا وساوتها، من اول ما ايديك سابت ايدي ما بقاش ولا ذرة دم في وريدي، وكأن في شيء جاي من نواحيك بيقول زيدي يا دنيا كمان زيدي، وكأن في شيء جاي من نواحيك بيقول زيدي يا دنيا كمان زيدي. معقولة يا صاحبي؟ معقولة يا صاحبي نسيت الود والعيش والملح اللي ما بينا؟ أنا كنت عماير، أنا كنت عماير والناس بتهد، ووجودك كان فرض وسنة، وهي فجأة الدنيا بتبعدنا وبتخلق من الهوى ظروف. هي فجأة الدنيا بتبعدنا وبتخلق من الهوى ظروف. أنا نفسي بس أفهم ليه وانت بعيد بحس الخوف، وكأن العالم من بعدك أعمى وبيشحت من نضارته الشوف، بس أنا لسه بشوف، أنا لسه بشوف طيفك جنبي، والحاصل بينا ده ذنبك مش ذنبي. مهما تعيش وتطوف وتعاشر بعدي هيبان في عينيك وجع المتخبي، وهتدوق في الأيام طعم الأحزان، وانا كل ما اشوف مكاسبك هضحك، ويا محلى الضحك في عيون خسران. انا كل ما اشوف مكاسبك هضحك، ويا محلى الضحك في عيون خسران. دلوقتي خلاص، خلاص دلوقتي خلاص ما بقاش يفرق تزعل او تحزن علشاني، وانا اسف، انا اسف إن كنت حكيت لك بعض الأشياء عن أحزاني. أنا عمري ما شربت سجاير، إزاي شفت خروجك في دخاني؟ وأنا آسف مرة أخيرة كمان، أنا آسف مرة أخيرة كمان إذا كنت فكرت إنك صاحبي. صاحبي وصاحبك ده كان زمان لما كان بركات مع مرزوق. امشي يا صاحبي وما ترجع ليش، وبأعرف إن للصحوبية حقوق. جميلة يا محمد، جميلة. ده كنت كاتبها بسبب موقف حصل معاك. ما هو أنا ما بعرفش أكتب حاجة غير لما أكون مريت بالموقف ده، ويمكن ده يعني بيأثر برضو عليا في حاجات كتير وبيقلل من إن أنا أكتب كتير، بس أنا بحاول بقدر الإمكان يعني الموقف اللي أعيشه هو اللي أكتبه علشان التجربة توصل صادقة اللي أنا بقولها، وما أكونش بكتب أي كلام. يعني ما فيش ولا كتابة كتبتها ألا ما يكون موقف حصل وياك؟ استحالة استحالة، ما أعرفش، لان انا بدات اساسا بوالدتي رحمه الله عليها، فلما انا بدات بيها بدات كنت بوصف اللي انا عايشه بالظبط كده. انا كتبت قصيده وما اتقالتش يعني لانها كانت صعبه وناس كتير كانت بتتاذي منها، فما بقتش اقولها. لما كتبت الثانيه كانت هي منى في ذكرى وفاتها، فانا ما اعرفش اكتب حاجه غير اللي انا عشتها. يعني كل كتاباتك وكل القصائد اللي انت قلتها بسبب مواقف عشتها او مواقف مريت بيها. في حاجه تانية اللي هو ممكن لو كتبت عن حاجه تانية
هو اي نعم هو ده بيروح في لجانب تاني يعتبر مش موهبه وبيتحول لابداع، انك تكتب عن حاجه وبس تكون التجربه صادقه، ما اكتبش مثلا عن مصر وانا ما اعرفش اي حاجه عن مصر ولا اعرف تاريخ مصر ولا اعرف يعني ايه مصر، ولا اكتب عن الثوره ولا اعرف يعني ايه ثوره، بتستوحى بالظبط كده. انما لو مثلا شفت مشاهد او حيت لك مثلا قرات حاجه او حيت لك انك تكتب قصيده زي دي فعادي ممكن التجربه تتحول وتبقى ذاتيه في الوقت ده، انما هي بتبقى عامه لما يكون مثلا حاجه زي عن مصر فما تبقاش التجربه ذاتيه. بس اكتر كتاباتك اللي انت كتبتها بسبب مواقف مريت بيها بالزبط. هي دي اللي جابت مع الناس اكتر والناس حسيتك بالزبط. فيها اكتر بالظبط. حتى دلوقتي باذن الله لما نكمل يعني ان شاء الله فلما حصل الموضوع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام، انا كتبت قصيده وكنت فرحان اخر فرح ان انا كتبت قصيده عن النبي، يعني كنت حاسس ان انا كتبت الشعر عشان اكتب عن النبي، يعني لان القصيده عجبتني بس. جدا وكتبتها يعني برضو بسبب الإساءات اللي مرنا بيها بالظبط كده، ما ذكرتش فيها أي إساءات، أنا كنت بمدح صلى الله عليه وسلم، وطبعاً إحنا لو ما فيش حد في العالم يقدر يمدح ولا 1% من جمال مصطفى صلى الله عليه وسلم عليه بس إحنا يعتبر بنعمل اللي نقدر عليه. طبعاً هنسأل على كل ده يوم ليه إن شاء الله. إن شاء الله. طب وصلت في الكتابات بتاعتك لحد فين؟ يعني في الكلية أصحابك هم اللي بدأوا بعد التشجيع والكلام ده يعني هو من غير الواحد من غير صحاب ما كانش يكمل في حاجة بأمانة، يعني في كل مجال الصحاب دولت زي السند فعلا والاخوات، واخواتي واهلي من اهم الحاجات اللي ممكن تخلي الواحد يبقى كويس وماشي في مجاله ده، هو اهلك وناسك واللي ملوش خير في اهله طبعا ملوش خير في حد بالظبط، والصحاب منهم بيتحول لاهل والله بدون كلام يعني. ايوه في اصحاب اوفياء بجد بتصاحبهم بيدلوك على الطريق او بيرشدوك ان انت كده ماشي في الطريق الصح او يضللوك ويرجعوك لورا. طب ما حصلش معاك الموقف ان انت فيه صحاب لا انت ايه اللي انت بتكتبه ده او مش نافع او كده؟ لا لا مفيش، ما هو اصل مش هيصاحبك الا اللي بيحبك يعني، فلو واحد ما بيحبكش عمره ما هيجي يقول لك انا هبقى صاحبك وكده وفي الاخر يقول لك انت بتكتب ايه يعني، فهو اللي بيصاحبك ده حبيبك ومعايا اصحاب من الابتدائي ولحد دلوقتي ربنا يخليهم لك يا رب ان شاء الله. تمام. طب نختم الفقره بتاعتنا كده بالقصيده اللي انت قلت عليها. طيب عن النبي. هي من غير ميوزك بقى عشان عن النبي. تمام اتفضل. اسمها يا مسافر سابع سما. يا مسافر سابع سما. يا مسافر سابع سما. أنا هبدأ بيها وهنختم بيها إن شاء الله. تمام يا نور على نور يا سيدنا المصطفى، وأتم هل نورك نور القمر انطفى، يا ساكن الروح والضفتين من القلب، عشقك في قلبي بحجم المروة والصفا، مولود يتيم يا حبيبنا يا أعظم خلق الله، لما جيت نورت الدنيا ابتدت الحياة، نظرة عينيك بالجنة يا محلى الجنة معاك، يا أول خيط للنور يا أول طوق للنجاة، يا مسافر سابع سما وجبريل سافر وياك، السماوات زارها النبي لما سافرت هناك، لما حضرت نورك هل ابتسمت السماوات، والنور في الأرض قل ومفيش نور إلاك، عمك عبد المطلب كان يا زنت العمام، لما بلغته برسالتك وانك هتصير امام، كان اول واحد سندك وشدك للامام رغم انه ما امنش ومات من غير اسلام، ابو بكر الصديق كان يا محلى الصحاب، كان في الهجره رفيق وبنته تمحي الاعتاب، بخيطين من عنكبوت وجوز حمام على الغار، نجاهم ملك السماوات بمعجزة من الكفار، أرواحنا تروح فداك أرواحنا تروح فداك، والإسلام إنسان هيعيش، مفيش رسول إلاك خلى رصنا ما تنحنيش، مفيش رسول إلاك خلى رصنا ما تنحنيش، بعد ما سافرت لربك وفضلت فينا مسكون، ارتاح يا نور الروح رسالتك هتلف الكون،
مسك ختام قصدتي ونهايتها المستحقة، أشهد أنك رسولي وإني مسلم لآخر دقة، وإني مسلم لآخر دقة. أحسنت يا محمد، جميلة جدا جدا جدا، ويا رب كلنا نموت على الإسلام يا رب. يا رب. كلمة أخيرة يا محمد تقولها للشباب اللي عندهم موهبة وعايزين ينموها ويطوروها كده. هو أنا مش خير مثال طبعا، ولا عمري كنت بفتخر بده إن أنا أقول لحد يعني، بس اللي هقول اللي أقدر عليه يعني. هو كل واحد يعمل اللي عليه، واللي في إيده حاجة ما يبطلش بتهد. أو ما يقفش. آه إحنا نسعى وما عليك إلا السعي يعني، إحنا نسعى والتوفيق كله على ربنا، ما حدش هيوقفك. وما تسمعش لأي حد يعني، طول ما أنت ماشي كده امشي وكمل، واللي ربنا كاتبه لك طول ما فاتح لك الباب يبقى هو الباب ده بتاعك. طبعا. فإن شاء الله. إن شاء الله. شرفتني جدا جدا يا محمد النهاردة، ونورتني في الحلقة، وإن شاء الله يكون لنا لقاء معاك تاني في حلقات تانية كتير. والله شرف لي كبير. ربنا يعزك. وانتظرونا بعد الفاصل مع موهبة جديدة في رد فعل. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا رد فعل جديد ومختلف. هو رد فعل شاب موهوب في تقليد الأشخاص أو الشخصيات. معانا ومعكم النهاردة في برنامجنا وفي الفقرة دي الشاب جون سمير. أهلا بك يا جون، منورتنا النهاردة. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يخلي حضرتك. عرفنا أن أنت موهوب في تقليد الشخصيات عامة. ربنا يخليك. بدأت إزاي يا جون؟ والله بصي، وأنا حضرتك بقلد من وأنا صغير، بس الموضوع كان على قد الهزار والضحك مش اكتر. مؤخرا بقى بعد الكورونا والقعده في البيت بقى، فالواحد بدا يستغل الايه المهارات اللي عنده، وبدا الموضوع زاد. زاد معايا بقى، ابتديت ان انا اعمل صفحه على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وتيك توك وبتاع، فالعمليه وسعت معانا شويه. ما هي القعده في البيت بتعمل حاجات كتير. الايام دي بتعمل حاجات كتير. تمام. طب مين اللي اكتشف موهبه التقليد من وانت صغير؟ لا والله، هي الموضوع انا كنت بحب كل ما هو مختلف في الاصوات يعني. الموضوع ابتدى وانا صغير، كنت بحب صوت محمد نجم، صوته مختلف، محمد سعد الليمبي، الاصوات اللي هي الشاذه، فانا كنت بحب الحاجات الشاذه دي، واحب ان انا ايه ابدا ان انا اقلدها. واحده واحده ابتديت ان انا ابدا اقلد في الممثلين من قديم للجديد يعني. الحمد لله بقت يعني الى حد ما بيقول عليها كويس. الحمد لله. طب محضر لنا ايه النهارده معاك يا جون؟ والله وانا محضر سكتش بيجمع ما بين الفنانين في الزمان والفنانين دلوقتي. الزمن الجميل والزمن بالظبط، السيد وامينه الممثلين عكسوها، فتعال نشوف اللي حصل معاها يعني. اتفضل. السيد دخل عليها وقال لها: أمينة، سلامتك يا أمينة، مالك يا أمينة راقدة في سريرك ورجلك مكسورة؟ أقول له لا 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 أبدا يا أخويا، والله ده أنا نزلت أجيب زبده، رجلي اتزحلقت في قشر الموز يا أخويا. يعني خرجت يا أمينة، خرجت من غير إذني يا أمينة. العفو والسماح يا سي السعيد، بس مش دي المشكله يا اخويا، المشكله ان اصحابك الفنانين اتلموا عليا يا اخويا وقعدوا عاكسوني. مين اللي عكسك يا امينه؟ كلهم يا اخويا، واول واحد عاكسني كان الاستاذ يوسف وهبي، عاكسني وقال لي: يا للهول يا ارض احفظي ما عليكي، عينيكي لما بتبصي لي بحس ان الدنيا بتلف بيا، والله شعرك، شعرك اللي عامل زي موج البحر، ولا التفاح اللي على خدودك نفسه اقطم وطن يا للهول. وبعدها يا اخويا جالي الاستاذ عبد الفتاح القصري وقال لي: يا خراب على السقن، يا خراب على الدراعات اللي زي لما دي النايل، يا صفايح الزبده السايحه، يا براميل القشطه النايحه، يا جوز يا لوز. وبعدها يا اخويا لقيت الاستاذ عادل ادهم جاي ورايا بالكارته بتاعته وقال لي: شيخ حصان، الحصان وقف على رنة خلخالك يا ست أمينة، إيه ده؟ وكمان لابسة جزمة بيضة، ده إحنا النهارده أبيض زي الجزمة. أنا هقولك على سر عندي يا ست أمينة، أنا فيا عادة وحشة أوي، صباع رجلي لو وجعني معلجوش، أنا بقطعه وأعمله ميدالية. ولا إيه يا قطة؟ بس بصراحة يا أخويا لقيت الأستاذ توفيق الدقن ما عجبوش الحال، وجه زعق لهم وقال لهم: ألو يا أمم
يا وجرى ايه في الدنيا يا اخوان؟ خلاص كله بقى جنطة يا فولتا. الست أمينة في حمايتي يا دانس انت وهو، الله يخرب بيوتكم. استاذ محمود المليجي يا اخويا ما عجبوش الكلام ودخل عاكس برضه وقال لي ايوه. طب بشرفي وبشرف المهنه اللي فوق اي اعتبار، ان لما بشوفك يا ست امينه قلبي بيرقص. واللي خلق الخلق انت، لو مراتي لقفل عليك بمية ترباس، واللي يقرب منك امسح به السوق مسح. وبعدها يا اخويا جالي استاذ سيد زيان وقال لي مساء الخير يا ست الكل. مساء الخير يا معلمه. التوت فروتي بيضحرج المشا يا سعيد. انا جاي اشكي لك من حالي واللي جرالي يا ست الكل. انا بعت رساله لحبيبي مع الحمام الزاجل، رجع الحمام وقال لحبيبتك راجل يا جميل. وبعدها يا اخويا قال ايه، جالي يوسف عيد بيقول لي موال يا حلوه يا اللي العسل سايل من الشفه، شامك سلاسل ذهب دمك كمان خفه، ادفع في مهوي كلوف واديك جمع مالي، لو قلت كلمة يسمع بسمة من الشفة. سلامتك يا ست امينة. وبعدها يا اخويا لقيت قال ايه، استاذ يوسف شعبان داخل عليا وبيقول لي صدقيني يا ست امينة انا لما بشوفك بسرح في زمان وليالي زمان، ايام دولة والشهد والدموع، بس نعمل ايه بقى في حظنا اللي زي الهباب، ما ناس ليها حظ وناس ليها نحس. وبعدها يا اخويا قال ايه، المعلم بوحة الصباح جه وقال لي شبح بوحة الصباح بيسبح محافظة القلوبية على اجمل كتكوتة في قلب المنطقة دي، ويام دندشة قصتك والدندشة غية، احب انا قصتك يا ريت لشمسية. صدقيني يا ست امينة انا اول ما ازحت على القاهرة وقابلت فانتيزة معز لدين الله الفاطمي أمينة بنت حلويات، شعرت ببهجة سيخ نار فقعد في قلبي معدتي من جوه. ست أمينة راح أبيع لك كل فلوسي وأذبح بقري وجاموسي وأجيب لك أجلي روسي يرقص لك بالقوي، وكل كلكم وزعلك أنت كوم، أنا عايز للدنيا تزعل ولا تزعل مني يوم، وسبح سبح يا عم الحاج. وبعدها يا أخويا قال إيه، أستاذ محمد فؤاد دخل بيغني لي وبيقول لي حبيبي انت فين حبيبي يا حلم، انا عشت عمري بستنى واتمنى، الفرقه عليا صعبه ازاي الدار شوقي وانا عامل ايه، لو غمض عيني واصحى الاقيك هنا وللبعد نهايه، وانت بقالك سنه يلا تعالى أنا قلبي هيتعب كده أنت فين. وبعدها يا أخويا قال إيه، البلطجي اللي اسمه الليمبي واقف لي على الناصية سكران وبيقول لي أنت يا بت عاملة إيه؟ البوس البوس، الحضن الحضن، مشتاق مشتاق، رد رد، ولا ول من طرف أخوك الليمبي. وما سلمتش برضه يا أخويا، قال إيه من الأستاذ عم شكشك، عم شكشك جالي وقال لي ازيك يا ست امينة يا عسلية، انا وقت الحتة، انا كنت عايزك بس تيجي تمسحي لي الشقة وانا اغني لك واقول لك نفسي احكي لك من نار حبي، نفسي اشكي لك اللي في قلبي واصور لك صورة سيلفي واخد لك لانش في المية وشط البحر من خلفي وعزة امه حواليا. ازيك يا ست امينة؟ بس كده. جميلة يا جماعة، ربنا يخلي حضرتك. انت عملت ميكس بال القديم والجديد، جميل والايام دي، بس ميكس كويس. جميل يا يوم، ربنا يخلي حضرتك. طب بتحلم تتطور لحد فين يا جماعة؟ والله بص، وانا ابتديت ان انا اعمل حفلات وبسعى برضو ان انا اشوف ان انا امثل، يعني في ناس قالت لي موضوع التقليد ده يأهلك، انت بتعرف تجيب الرياكشن بتاع الوش وبتعرف وبتحفظ وبتاع، فنفسي امثل بصراحة. نفسك تخش مجال التمثيل تمثل كجون ولا تخش كتقليد؟ لا طبعا، يعني زي المشخصات لما كنا بنشوفه كده. لا بس اخش بشخصيتي، يعني اكيد التقليد والمونولوجيست يعني هيأهلني في الحته دي ان انا اخش فيها بسرعه، بس يعني عايز اخش تخش مجال التمثيل بشخصيتي. بشخصيتي انا، بشخصيتي. تمام، كهوايه في التمثيل برضو ولا كهوايه في التقليد؟
لا انا ما جربتش نفسي في التمثيل بصراحه، بس انا الناس بتقول لي انت تنفع، فانا دلوقتي يعني يعني اراء الناس اللي شافوك اقول لك ان انت تنفع تخش تمثيل بالظبط، فانت عايز تاخد التجربه وتجرب وتشوف انت عايز تخشها ازاي بالظبط كده. عندي برضو ممكن معلقين كوره، اقدر اقلد معلقين كوره. طب قبل ما نشوف معلقين الكوره يا جون، طب مين البابا وماما في البيت اي حد كده؟ مين بابا؟ الله يرحمه الله يرحمه. بس كان عارف ان انا بقلد، بس هو رفض ان انا كنت عايز اخش مع التمثيل، بس هو كان رافض الحته دي، قال لي هزر واضحك وبتاع، بس ادرس حاجه واللي انت بتعمله ده حاجه تانية خالص، يعني خد الموضوع كموضوع فرفشه. فانا درست حقوق وريتني ما دخلتها الحمد لله. ليه بس كده؟ يعني ما اشتغلتهاش، انا شغال مجال تاني خالص، يعني مجال شغال في مجال السياحه وبقلد ومعايا لسانس حقوق، يعني ميكس سيلكشن كده مختلفة بالظبط كده. تمام يا جون. طب نشوف معلقين الكرة معايا. هنبدا بمدحت شلبي بيقول يا مساء الانوار، الليله ليله كرويه، ليله ولا الف ليله وليله، ليله السوبر المصري بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. الاهلي على يمنا بشيرتاته الحمراء وشورتاته البيضة، والزمالك على شمالنا بشيرتاته البيضة وشورتاته الزرقاء. يا ترى يا هل ترى الليله هتبقى حمراء ولا هتبقى بيضه؟ تحكيم اسباني خالص بقياده كارلوس كاربيلو، وزي ما احنا عارفين الحكم ده اسباني، والاسباني طبعه حامي، يعني اي اعتراض من هنا او من هنا مسيرك الكارت الاحمر يا راجل، وتمشي الكره ماشي الفراشه خطيره 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 خطيره، يرفع كره معديه هوبا، يا نهار ابيض عليك يا مؤمن يا زكريا، يا نهار ابيض عليك يا مؤمن يا زكريا. حط له ايه؟ حطها دواء، لفها لف الجاتوه يا بتوع البلاتوه، هلا 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 هلا. وينتقل الميكروفون لعزيزي ايمن الكاشف. شكرا جرينار للتعليق كابتن مدحت شلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل مباراة كرة قدم قصة، ولكل قصة حكاية، ولكل حكاية سيناريو وحوار خاص بيها، وحوارنا الليلة معقد برغم كل الفوارق والإمكانيات. نعم عزيزي المشاهد، إذا أردت تقدما ونجاحا املأ الدنيا همة وكفاحا. واضح حلوة كرة، جول 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 جول، عملها مؤمن زكريا، مؤمن بتاع الإجوان يا عيني. بص شوف الحكاية وبص شوف الرواية، ابتدت من عند الدليفري، اسرع دليفري في مصر، علي معلول علولو اداها لعمرو السوليه، اوفر لاب في قلب ال 18 لمؤمن زكريا عشان يدينا احلى قطايف ولطايف. يا عيني يا عيني يا عيني، سيد الاثاره والتشويق ياتي ويطل علينا من جديد، ذا ماستر اوف سسبنس، وحلوه الكره جول. وينتقل الميكروفون لصديقي رؤوف خليف. شكرا عزيزي ايمن الكاشف. امشي الكرة صلاح، صلاح جول، صلاح جول، صلاح جول، جول، ياي 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 ياي. خطير والله خطير، رهيب والله رهيب، لا 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 يا كرة لا. تعظيم سلام من كل أرجاء المعمورة لأقوى كرة محمد صلاح، حطها له في التسعين ما رحموش. يا عيني يا عيني يا عيني، يا سلام عليك يا صلاح، عالمي كامل الأوصاف، هداف الموسم هداف الموسم، كفانا كفانا فخرا بهذا النجم العالمي، إنه محمد صلاح يا سادة. جميل يا جون، ربنا يخلي عليك، ربنا يوفقك يا رب وتستمر وتخش مجال التمثيل وتكون اعظم. شرفت بحضرتك، ربنا يخليك، ربنا يخليك، كنت مشرفنا النهارده في فقره جدا يا جون، وربنا يوفقك ولنا لقاء تاني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تاني. شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك. انتظرونا بعد الفاصل وموهبه جديده من برنامج رد فعل. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا موهبة جديدة في آخر فقرة في برنامجكم رد فعل، وهي موهبة شعر للشاب كمال الصاوي. أهلا بك يا كمال، منورنا النهاردة. تمام، عامل إيه؟ الحمد لله تمام. كنت منورنا النهاردة، بنور. معانا فقرة كده لكمال هنشوفها الأول وبعدين نرجع لك تاني. تمام. بتقرا له، فمن كتر ما بتقرا له بيتبني جواك، وانت موهوب اصلا، مش بيتبني جواك تتخلق موهبه، لا، ربنا بيخلقك وانت جواك ابداع. بسمع مش انت ابداعك للشعر. طب قريت لمين؟ ده كان راي يك في مجال الشعر. طب مين شجعك في اول ما بدات يا كمان؟
انا والله كنت بكتب عادي، ما كانش في دماغي لحد ما بعض اصحابي وكده يعني قالوا لي انت موهوب وكمل وكده، يعني بدات معايا من كده. تمام. طب محضر لنا ايه النهارده معاكي كمان؟ انا محضر قصيده اسمها اول مره. تمام تمام. اول مره قالت لي اسمها، استغربت الاسم شويه وقلت بحب، انا مالي بالاسم حكمه، وكانوا قالوا لي زمان ما تبصش لجمال ولا جسم. اول مره كانت ماشيه لوحدها في الشارع، كنت حاسسها كانها تايهه، كنت حاسسها كانها طفله، كل اصحابي قالوا لي دي مالها. كنت بحب اكلم نفسي فروحت جريت على نفسي اسالها، رحت لنفسي اوصف رقتها، رحت لنفسي اوصف في جمالها. سكتت نفسي شويه وقالت انت في حالك هي في حالها. كان اول مره اعارض نفسي ولازم اعرف ايه مبداها. كتير كان صعب عليا اقولها، كتير كان صعب عليا انطقها. رحت في وشها قلت بحبك، ضحكت ضحكه جميله عليها وقالت بينا مسافه بعيده انا مش عارفه احكي لك عنها، لازم اعرف ليه رفضتني ولازم اعرف اصل قرارها. بعد سنين تايه في الدنيا جات لي الفرصه وقلت اختارها. بعد ما قلت خلاص احبت انا مش عارف ايه اللي جرالها، بعدت عني وقالت ابعد، وانا قلت لها هشوف مصلحتي. كنت خلاص سبتها وارتحت، قلت انا هنسى وهبقى براحتي. كل يومين بتجيني في الحلم ليه سبتني وانا عايزاك جنبي، كان غصب عني ولازم ارفض، وانا مش عايزاك تبعد عني، وانا مش عارف اصدق حلمي ولا اصدق واقع خني، يعني بجد انا هقدر اكمل ولا هموت وانا بكتب شعر؟ جميله كمان. طب كانت بدايه الشعر عندك بدات من وانت قد ايه، او في المرحله اللي هي في التعليم؟ انا بكتب مثلا من حوالي 7 سنين. بدات برضو زي ما قلت لك كده ان انا بكتب عادي، ما كانش في دماغي خواطر كده وكلام، كنت بكتبه لحد ما حد شافك او لقيت قدام حد فبدا الموضوع يتطور، كان فيه اراء ايجابيه فعشان كده كملت كده. طب الموضوع ده ما اثرش معاك على التعليم او الدراسه، يعني ما اتجهتش ليه قوي وكده ونسيت موضوع الدراسه شويه؟ والله انا مش شايف كده، انا يعني شايف ان انا بعمل حاجه بحبها فوزن الامور حتى بتساعدني. حلو. تمام. طب محضر ايه تاني معانا النهارده؟ محضر قصيده برضو اسمها كانت جنبي. كانت جنبي. بقول كانت حبي وكانت عشقي ولحبها كنت انا محتاج، كان حبنا لينا الدواء وكان حبنا لينا العلاج، في كل حاجة بنشترك بالخناق والاتفاق، في كل حاجة تكون معايا، في كل حاجة بقول دي مني، علمتني أدوق هواها والحياة من صغر سني، لما جيت أحكي عليها لقيت كلامي كله عني، كانت في شعري وكانت في عقلي وكانت في ألمي وكانت في قلبي، كنت راضي بكل حاجة وأقول نصيبي وأقول دي حبي، كل حاجة أحكيها ليها عمري يوم ما قدرت أخبي، كانت في كل مصيبة جنبي كانت معايا بتساعدني، كانت خناقة بسيطة بينا بس خارجة عن إرادتي، في لحظة فيها غلطت فيها وسبتها كانت بتبكي، ما كنتش أتخيل في يوم إنها ممكن تسيبني، ما كنتش أتخيل في يوم إن كلمتي كانت هتأذي، يوم ما جاني خبر وفاتها رحت بصيت في المراية إزاي ماتت وفضلت عايش وإزاي من صدمة عمر عدي، دي كانت في شعري وكانت في عقلي وكانت في ألمي وكانت في قلبي، يوم وفاتها ده يوم عقابي عليها ربنا بيحاسبني، بعد أسبوع من وفاتها لقيت 3 بيمسكوني وفي عينيهم كل شر، كنت خايف من كلامهم، كنت خايف أقول ده حب، لحظة فيها غمضت عيني وفي خيالي بقول يا رب، لبسوني بلطو أبيض بس عكس ما كنت أحب، لبسوني لكم عكس
وشدوا ايدي وكتفوني، بصرخ ببكي من خوفي بنادي عشان يحلوني. جابوا لي في شنطه صغيره هدومي وعلى المستشفى شدوني، حبيبتي خلاص راحت مني ومن الحريه منعوني. بكل دمعه على خدي وكل نظره في عيوني وصرخه اه تقول تاني هسيب كل اللي حبوني، هسيب كل اللي حبوني. جميل يا كمال. الكتابات اللي انت بتكتبها يا كمال بتكون من وحيك انت ولا مواقف حصلت يعني، ولا مجرد ان انت عايز تكتب اي حاجة وخلاص؟ والله انا بكتب قصص قصيرة برضو، ف زي ما تقولي ده مكتب الاتنين في بعض، بكتب القصة زي سيناريو كده وبعد كده بعمله في طريقة شعر. يعني انت بتكتب القصة وبتألفها وكده وبعدين تاخد منها مقاطع تعملها قصيدة شعر. تمام يا كمال. طب نختم معانا النهارده يا كمال بقصيده كمان. تمام ماشي. هي خطيره كده برضه، انا ما كنتش محضرها بس نقول حاجه. قول كده. بقول كتير كان نفسي في حاجه غريبه، بدل القلب يكون مليون، قلب يحب وقلب بيكره، قلب بيكذب قلب يخون، قلبي يغير على حب حياته وقلبي بيرفض كل اهاته، قلبي يعيش في الدنيا لوحده وقلبي بيرفض كل الكون، قلبي يفكر قلبي يكرر قلبي يغير قلبي بجد يكون مجنون، قلبي مسامح يغدر دايما قلبي مكرر انه يكون، قلبي بريء ويعيش ببراءته قلبي يشوف ويكله عيون، قلب الكل مشاعر يقدر قلب الكل مشاعر يصون، عشت سنين مش عارف احقق حلم وكان جوايا مدفون، قلت خلاص مش عايز حاجه اصلا، انا ربي خلقني نضيف ربي خلقني بقلب حنون، عمره في يوم ما هيغدر بيا وعمري في يوم على قلب مهون، اصلا انا قلبي الطيب حس ان جماله يساوي مليون. جميلة يا كمال. طب يا كمال اما بتكتب يعني القصيدة بتاخد منك وقت قد ايه؟ والله على حسب المود، يعني ممكن 5 دقايق، ممكن قصيدة تاخد 2 يوم، على حسب. تمام يا كمال، ربنا يوفقك يا رب وتشرفنا تاني، واحنا سعدنا النهارده بلقائك. اتشرفت بحضرتك ونتمنى تكون معنا مرات جايه كتير. ونورتنا النهارده في الحلقه. وفي ختام حلقتنا بنقول لكل الشباب ولكل المواهب، هنا هنكون رد فعلكم وهنوجه الرسالة لكم في برنامج رد فعل. ومن برنامجنا نحب في نهاية الحلقة أن ندعي كلنا لداعية الدكتورة عبلة كحلاوي، ربنا يرحمها يا رب ويسكنها فسيح جناته، وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم رد فعل.